الاهلي طبعا فريق كبير وما اقدرش اقول اي حاجه غير ان هو فريق كبير وفريق عظيم. طبعا الاهلي يشرفنا وان شاء الله باذن الله يعمل ماتش كبير قوي قوي قوي. ان شاء الله الاهلي فريق كبير وبطل افريقيا وان شاء الله يغلب البار 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله يعني بتوقع ان الاهلي هيلعب ماتش كويس جدا جدا والنتيجه دي بقى بتاعت ربنا. اعمل اللي عليك، موت نفسك على الكوره زي ما بتلعب ماشي تمام زي ما عودتنا وانت عودتنا ان الرياضه ديت مكسب بس مش خساره. ان شاء الله الاهلي هيعمل ماتش كويس وباذن الله باذن الله باذن الله هما ممكن يعني في الشوطين يبقى واحد في النهايه 1-1 بس ممكن تيجي ضربه جزاء الاهلي ان شاء الله ويفوز بالمباراه باذن الله. اقول ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب بس في حاجه واحده ان شاء الله بس باذن الله نعدي من بايرن ميونخ وبعد كده كاس العالم في الاهلي وفي الجزيره. ان شاء الله الاهلي ربنا يكرمه وان شاء الله هنعمل نتيجه كويسه قدام البايرن وان شاء الله نصر الاهلي باذن الله. بالتوفيق باذن الله الاهلي وفخر لمصر والوطن العربي وافريقيا وصول الاهلي لكاس العالم للانديه. انتوا رجاله دايما ودايما على طول معوديننا ان انتوا يعني رجاله في اي موقف زي المواقف زي دي. ويعني ان شاء الله بالتوفيق ويعني ربنا معاكم واثبتوا نفسكم وما تخافوش من حاجه، انتوا اقوى، انتوا اعظم من اي حد. ان شاء الله ربنا معاكم وربنا مع مصر دايما جميعا ان شاء الله وكل رجاله النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب والنادي الاهلي ده فريق كبير والنادي الاهلي معودنا على البطولات وان شاء الله هنكسب وهنعمل ماتش حلو وهنعمل اداء حلو ده اللي عملناه في 2006 ان شاء الله.